يبدو أن دولة قطر وهذا المونديال سيربي الكثير من الدول التي لا تحترم هوية العرب والمسلمين، وهذا ما يحدث يوما بعد آخر. فرئيسة الرابطة الألمانية لكرة القدم تعترف بأخطاء بلدها. بعد الحركة المثيرة للجدل من المنتخب الألماني في بداية المونديال وإصرارهم على حمل شارة دعم المثليين خلال مونديال قطر، ردت الجماهير عليهم بعد خروجهم من المونديال بطريقة رائعة، ما أغضب الألمان وجعلهم يخرجون بطريقة مذلة، وذلك بحمل صورة اللاعب السابق في منتخب ألمانيا مسعود أوزيل الذي كان يعبر عن آرائه اتجاه المسلمين المضطهدين في الإيغور، ما تسبب في طرده من المنتخب الألماني، وكذلك سببوا له مشاكل كثيرة لأنه يتضامن مع الأقليات المسلمة في العالم. وبعد كل الأحداث التي شهدها مونديال قطر وإصرار بعض المنتخبات على دعم الشذوذ الجنسي مثل منتخب إنجلترا ومنتخب بلجيكا ومنتخب ألمانيا، خرج منتخبان اثنان وهما منتخب بلجيكا ومنتخب ألمانيا بطريقة مذلة. واليوم خرجت رئيسة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في تصريح مفاجئ فاجأ العالم، تعترف بخطأ بلادها فيما قامت به، وقالت: كأس العالم في قطر سيؤدي إلى تغيير أمور كثيرة وسيلفت الأنظار إلى العديد من الموضوعات المهمة، وقرار منع شارة حب واحد كان صحيحا لأن اللاعبين هنا للعب كرة القدم. كما ترى أن بطولة المونديال في قطر لها تأثير دائم على كرة القدم نتيجة العديد من الأحداث التي رافقت البطولة، وتحدثت عن القرارات الهامة التي اتخذتها دولة قطر قائلة: كأس العالم في قطر سيؤدي إلى تغيير أمور كثيرة وسيلفت الأنظار إلى موضوعات مهمة. كما أوضحت أنها أكبر بطولة كروية في العالم، وفي نهاية المطاف علينا دائما أن نتذكر أن الأمر يتعلق بالرياضة وينبغي أن تكون الرياضة محورها. كما تعددت أوجه الانتقادات للمنتخب الألماني بسبب كل ما فعلوه. Aí, baita protesto agora na saída do jogo. Galera com muita foto do Ozil. Ele é islâmico e falou que sofreu preconceito por ser islâmico na seleção da Alemanha. Os alemães passaram rasgando as faixas. Tomou confusão aqui agora. وفي فيديو رائع اقتحم مشجع تونسي أرضية ملعب المقابلة أثناء لعب مقابلة المنتخب التونسي ضد منتخب فرنسا وهو حاملا لعلم فلسطين. كما فاجأت رئيسة كرواتيا بصورة لها وهي تدعم القضية الفلسطينية. كما تنقلت فيديوهات كثيرة
لهاته الرئيسة المحترمة ذو الأخلاق العالية وهي تتجول في شوارع قطر وتلتقط صورا مع معجبيها، وكذلك تحمل شعار دعم القضية الفلسطينية. طبعاً شباب معنا رئيسة وزراء كرواتيا، رئيسة وزراء كرواتيا تبتدي الوشاح الفلسطيني. Thank you so much. Thank you. We from Palestine. From Gaza Strip. Yeah. Thank you. وفاجأ أمير قطر الكوريين بحضوره بشكل مفاجئ أمامهم، والتقط معهم بعض الصور، ما جعلهم متفاجئين كثيرا بهذا التصرف المتواضع من أمير دولة قطر. 누구신데요? 누구신데요? 저희 죄송한데 저도 좀 산장 저도 찍어야 되는 거 아닙니까? 와 구형님이세요? 구형님 구형님 저기 죄송한 저 여기 저거든요? 저 I know you're famous. 예. 저 킹. 야. 저 가야 돼 가야 돼. 가야 왔던 거. 가야 돼 가야 돼. My signature. 예. KBS. 오케이. 오케이. 예예 오케이. Thank you. 야. 아 진짜. 아 지금 너무 힘들어졌어요? 지금 많이 멘탈 나가셨는데? 아이씨 내가 언제 다시는 못 뵐 건데 뭐 아, 이럴 때 아니면 야 내가 KBS 홍보하는 거 뭐 우리가 어떻게 하겠냐? 형 감사합니다. 아니 내가 저는 카타르에 살았기 때문에 형처럼 못해. 아 뭔지 아 그렇지 그건 있을 수 있어. وفي حوار دار بين أحد مشجعي منتخب المكسيك وأحد المقدمين الذين يتحدثون باللغة الإسبانية، أكد على حبه الكثير لدولة قطر، ولو أنه قبل قدومه إلى دولة قطر كان يملك فكرة أخرى عن هذا البلد. عندما كان في بلده المكسيك سمع على أن دولة قطر بلد صعب وسيعانون من الكثير من المشاكل، ولكن عند قدومه إلى قطر قال كسرت قطر الصورة النمطية السلبية وسحرت القلوب. ¿Os gusta Qatar? Nos encanta Qatar, nos ha gustado muchísimo. Tenemos otra impresión del país. En México veíamos que era un país difícil, restrictivo, que nos iba a causar problemas, que no puedas hacer nada, difícil para la mujer. Encantados, nos ha gustado muchísimo. Líneas del metro perfectas, gratis, todo ordenado, ha estado maravilloso. ¿Para ti? Maravilloso, ha superado mis expectativas, definitivamente. Porque eres mujer y te dicen que antes no vienes a Qatar. Justo estaba platicando con mi amigo Mau, de que decía, la parte traía muchos nervios por ser mujer, venir aquí a Qatar, y ha sido, superó mis expectativas, lo que le sigue, o sea, lo que le sigue de mejor. O sea, ha sido critican, una... ¿Nos dicen que viene aquí? No. La verdad los invito a que vengan, es vivir la experiencia, es maravilloso, es lindo. La verdad no tengo palabras para expresarlo. Y no es porque me estén entrevistando. No, nada de eso, super no. Amable, feliz. No, lo que quiero es decir la verdad. 3 de la mañana los trabajadores felices mostrando el metro, mostrando a la gente, siempre una cara feliz, siempre contentos, amigables. Nunca hemos visto a nadie enojado. Maravilloso Qatar. Nos ha encantado. Hear a story of a cameraman being stopped from entering a stadium because he was wearing a rainbow watch. You hear about that? Did he end up going in? But the fact is, Hassan, he was stopped. That wouldn't happen. But what would in happen? Europe wouldn't happen. Wouldn't happen in Europe. You know, from day one, we've said everybody's welcome. You have. What we've always asked for is also for people to come and kind of, you know, respect our culture, our religion. And it's not a Qatari culture or Qatari religion, right? This is a regional element. This is something for us that is, or for at least, you know, for this part of the world, that's part of, you know, fundamental part of religious values. We want the world to really come and get to see us, get to know us, get to understand us, and get to accept the fact that we might not see eye to eye on everything. We might not agree on everything, but there's more that unites us, or there's more common ground that we have. Let us find a way of moving, you know, of coexisting and moving forward one way or the other. نتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. وإن أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم، لا تنسى الاشتراك في القناة
دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، وشكرا لك على المشاهدة.